تمام. اتفرجت على ماتش الزمالك طبعا اكيد امبارح، قلنا رايك ايه في الماتش ده ولماذا علق الماتش حتى اللحظات الاخيره، ورايك في الهدف الاخير؟ بص يا كابتن، هو طبعا المباراه كانت من امتع مباريات الدوري. صحيح، المباراه كانت ممتعه جدا من الفرقتين، كان في اصرار من الفرقتين. الحقيقه فاجئنا النادي المصري بالجراه اللي كان فيها، بالرغم ان هو بيلعب بثلاثه في نص ملعب ديفندرز. يعني هو ثبت، ما بداش بعمر كمال، ما بداش بشديد قناوي. هو علي قرا الجيم، نفس الكلام كارتيرون ريح حازم امام وريح عبد الشافي. صح، وبدا باثنين باكين تانيين جداد تاني خالص. فبالتالي برضو شيكابالا كان لسه راجع، فبرضو اعاده احتياطي. بدا باسلام جابر، كل واحد كان بيلعب بيه اوراق وكان مجهز اوراق بره تغييرات. ده اللي عمله الاثنين المدربين حقيقه في الماتش ده. ايوه، المباراه دي يا كابتن كان فيها شد وجذب شديد جدا لرغبه الفرقتين في المكسب. صحيح، ويمكن علي ماهر اعتقد بعد الماتش قالك ان انا يعني غامرت زياده عن اللزوم. ودي خلي بالك، هي هو بيقول ايه، انا اخطات. لا بالعكس. بالعكس يا كابتن، المدرب الجريء هو اللي هاجم الاهلي والزمالك. اصل يا كابتن النهارده النادي المصري اسم كبير طبعا، والزمالك اسم كبير. وبالتالي لو ما شفناش كوره ممتعه من فرقتين هم بيلعبوا بعض، صح، هتشوفها فين؟ بالظبط، هتشوفها من مين؟ وبالتالي المباراه دي كانت رايحه جايه. والحقيقه احنا الاكسجين بتاع، انا شخصيا الاكسجين بتاعي من 96 وصل ل 80 في المباراه دي، كانت خاصه في الثواني او اللحظات الاخيره. وجمالها انها كانت معلقه للاخر. رغبه الفرقتين، الجرأه. صحيح الزمالك بامانه كان ممكن ينهي الماتش في الشوط الاول يا كابتن 3-4-1. بن شرقي ضربه جزاء رايحه، وفي هدفين على الاقل كان ممكن يجيبهم بسهوله جدا بن شرقي، ولكن لم يوفق. ما تنساش ان المصري ضيع ضربتين جزاء. انا ما قلتش لا. بقولك الزمالك، وبعدين جاي لك ان المصري ضيع ضربتين جزاء الشوط الاول. فالمباراه كانت الحقيقه فيها نديه كبيره جدا، وكان في جراه كبيره من النادي المصري، وكان في اصرار وحماس من لعيبه الزمالك وروح عاليه جدا. شفت الجون ده عامل ازاي؟ عالمي. جون عالمي. حاجات فان باستن دي. جون عالمي صحيح. هو اوستن اوموتو ده كابتن لعيب جامد جدا ايام ما كان في الحرس لو تفتكر. كان لعيب يعني. وهتلاقي تمنه يا كابتن طارق ولا حاجه النهارده، في نجوم بتيجي مش عايز يعني اسمي بقى يعني باسعار فلكيه. يعني انا متاكد انه سعره، وهنعرف سعره ان شاء الله، يعني هتلاقي ولا حاجه طبعا، ولا حاجه. هو ممكن يكون سعره في الحرس كان زهيد، لكن لما راح المصري الدنيا عالية شويه.